يا مرحبا، واليوم الأحد 16 حزيران يونيو 2024. دائماً أخبارنا من الأقل حظ ولغاية الأكثر حظاً. بداية معك عزيزي مولود الحمل، اليوم ممكن يكون في بعض التعثر بعلاقاتك. اليوم حاول ما ترفض الأمر الواقع، أي شيء بوجهك، أي تأخير بيصيب أحوالك، أي عقبات ممكن تظهر، حاول تتعامل معها بكثير من الهدوء والحكمة، لأنه اليوم الأيام المعاكسة. وما تعتقد مولود الحمل أنه ممكن إذا رفعت تحديات أو إذا خالفت السائد أنه ممكن تكون أنت الرابح. اليوم الطرف الثاني ممكن يكون أقوى. عزيزي مولود السرطان، اليوم ما عندك أي إحساس بالرضا عن الشيء اللي عم بيصير، أو ممكن عن علاقات عم تاخد هيك طابع شوي عم بيحمل حساسية، يمكن سببها أنت مزاجك، أو ربما سببها بعض التصرفات يلي شوي ما عم بتحسها مناسبة. اليوم حاول مولود السرطان تحافظ على الأجواء العائلية سالمة وهادئة ما أمكنك طبعاً، لأنه ممكن كتير البعض من السرطان يكون شوي صحياً مو مرتاحين أو عم بيعيشوا ظرف صحي معين. البعض الآخر ممكن يكون في هيك بعض الاختلاف في وجهات النظر بينك وبين المحيط المقرب منك. عزيزي مولود الجدي، اليوم حافظ على اتزانك ولا تقع ضحية أي استفزاز مهما كان. ممكن كلمة تزعجك، ممكن تصرف من حدا، ممكن موقف يفاجئك من أحد الأشخاص بمحيطك. اليوم حاول تكون متزن كتير اليوم، وحاول أنه ما ترد مثل عادتك. يعني أنت من الناس اللي ما كتير بيردوا على كل كلمة أو على كل موقف، فالتجاهل اليوم كتير مفيد لأي نوع من أنواع الإزعاجات. ولكن بالمقابل حاول أنه ما يكون في أخطاء، وحاول أن تكون جاهزيتك وأدائك عاليين بهذا الوقت، وخاصة بمهامك ومسؤولياتك. عزيزي مولود العقرب، اليوم مفروض تكون أقرب إلى الواقع وما تستسلم لحساسية. ممكن تدخلك بضبابية وتشويش مربك لعلاقاتك. اليوم هيك في حالة من التأخير أو حالة من البطء، أو يمكن تمر بحالة أسف أو عتب، ترجع لك شوي أفكار من الماضي. أهم شيء تنتبه اليوم لمزاجك المتراجع. عزيزي مولود الثور، اليوم واقع الحقيقة تحت ضغط العمل. في ضغط عملي عم تعاني منه يمكن، وعم تشعر انه شوي هيك الجهود مبعثرة شوي يمكن، او الاهداف ضائعة، او ربما البعض مواليد الثور ممكن كتير يكون في عندهم شيء جديد عم يفكروا فيه، ولكن القيود الحالية المسؤوليات هي اللي عم بتعيق شوي انجازاتك. هلأ حاول أنه اليوم تمشي وفق برنامج محدد، يعني حط أولويات بهذا اليوم من الأكثر أهمية باتجاه الأهم، وما تحمل حالك أعباء ومسؤوليات مانك قادر تحملها بهذا اليوم بالذات. عزيزي مولود العذراء، يمكن اليوم عم بتفاوض على بعض التفاصيل المالية، أو ربما نقاشاتك يعني اليوم حتكون كلها عن أوضاع المال، سواء مع عائلتك، سواء مع شريكك، سواء مع أطراف عملية أو ربما شراكات. يعني الأمور بالنسبة لك يمكن عم تاخد هيك شوي نوع من النفقات الزائدة، نوع من المصاريف الزائدة، المطالب شوي يلي عم بتحسها تقيلة بهذا الوقت. البعض مواليد العذراء ممكن يكون عندهم مصاريف صحية بهي الفترة. بكل الأحوال، بكل الأحوال أيا كانت الظروف، ولكن حاول دائما أنك تستخدم الصفة الأقوى فيك مولود العذراء، وهي قدرتك على الاقتصاد بهذا الوقت. عزيزي مولود الحوت، اليوم مبين عليك الارتياح. أكيد اليوم أنت رايق نفسياً، عم ترتب هيك أمورك، عم تحاول يمكن تنهي بعض الأمور المعلقة، عم بترتب شؤون مالية مع أطراف أخرى ممكن تكون مهنية أو ربما شخصية أو عائلية. على الأغلب يعني بكل الأحوال في نقاشات مالية اليوم، أو في ترتيبات لأمور قادمة بالنسبة لك. يوم ممكن تسمع كلمة حلوة أو كلمة شكر، أو تشعر إنه الآخرين عم بيقدروا تعبك وجهودك المبذولة. عزيزي مولود الأسد، اليوم عم تتصالح مع نفسك ومع المحيط أيضا. اليوم تواصلك كتير جيد، واليوم أنت وسط علاقات ربما أسرية أو علاقات مع الأشخاص المقربين منك، عم تحاول
تمد جسور محبة، جسور تفاهم، تواصل، عم تعمل زيارات، عم بيجي لبيتك حدا، عم بيزورك من الأقارب يمكن، بس بشكل عام من الأخوة، من الأخوات، بشكل عام يوم ناجح بالنسبة لك. وارد كثير يكون عندك فيه حركة، يعني ما أنا اعتيادية، لأنه هي الفترة كتير بتدخل أشخاص لحياتك، مولود الأسد، ولكن الفترة القادمة رح تبلش تحس أنه أنت بحاجة تعيد النظر وبحاجة تهدى شوي هيك على أمورك وعلى أوضاعك. بس اليوم من الأيام الحلوة يلي يسهل فيها التعامل مع الظروف والأشخاص. عزيزي مولود القوس، اليوم عم تنعم بأجواء حلوة ولطيفة مع أصدقاء، يمكن قدامة مع أشخاص جدد عم يدخلوا حياتك اليوم، يمكن يكون عندك موعد أو لقاء أو مناسبة أو سفرة حسب كل قوس وظروفه. بس اليوم أنت موجود مع الناس، وإن ما كنت موجود معهم بالفعل فممكن يكون عبر وسائل التواصل أو عبر الاتصال أو عبر الموبايل، بس أنت مع الأصدقاء اليوم متواجد مع أشخاص يمكن أنت بتحبهم، عم يقدموا لك دعم، ويمكن يكون عم يقدموا لك نصيحة، مساعدة، أو عم يلهموك بعض الحلول. عزيزي مولود الجوزاء، اليوم الأمور ممتازة بالنسبة لك، وأنت مقبل يمكن على احتمالات كثيرة، أو ربما أمامك خيارات كثيرة لترتب أمورك وترتب خطواتك المستقبلية. الظروف بالنسبة لك جيدة، بس حاول أنه شوي هيك تراعي يعني عدم التسرع باتخاذ القرارات، تحمل الآخرين شوي، يعني هاي نصيحة مو لليوم، هاي نصيحة عامة، بدك تتحمل الآخرين، ما بدك يكون هيك صبرك قليل عليهم أو تنرفز بسرعة، لأنه الحظ داعم لإلك والكواكب عم تدعمك طوال هذا الوقت. فاليوم بتقدر تتقدم بطلب، بتقدر تحكي وجهة نظرك، بتقدر تثبت صحة كلامك مثلاً، حتى علاقتك مع الطرف الآخر ممكن كتير تاخد طابع أكثر إيجابية. عزيزي مولود الدلو، اليوم عم تتخذ إجراءات جديدة وأنت مقبل على مرحلة تغييرية، يمكن ممكن العلاقة بعمل، بسفر، ببيت، بإقامة، بانتقال، بتغيير. هي المرحلة هاي يعني متعلقة بكتير من التغييرات والخطوات الجديدة، وممكن كتير تكون سفر ربما للبعض. عزيزي مولود الميزان، حماس وحيوية وطاقة جيدة وإقبال على الآخرين وإقبال على العمل، يمكن عندك نشاط كتير استثنائي وعندك نشاط عاطفي بالوقت نفسه، يمكن مواليد الميزان عم يناقشوا علاقة رسمية بحياتهم بهذا الوقت، سواء كانت علاقة زواج أو علاقة خطوبة أو ربما انفصال لدى البعض. في شيء له طابع الرسمية أكثر هو اللي شغلك، حتى العلاقات المالية بهذا الوقت مولود الميزان رح تلاقي لها حلول نهائية.